أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج كريدو. موضوع حلقة النهاردة هو سؤال جاي كده بيقول زي ما احنا كده بنقول في الكنيسة على المسيح إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فإن كنا احنا بنقول الكلام ده، فأين السائل بيقول كده، أين كان ناسوت السيد المسيح قبل أن يولد من العذراء القديسة مريم؟ الإجابة لازم نحن نبقى فاهمين يعني كلمة ناسوت. يعني واضح إن في عند بعض الناس خلط أو تشويش على معنى الكلمة أو مصطلح ناسوت. كلمة ناسوت في الحقيقة معناها الطبيعة الإنسانية، أي كل واحد مننا هو ليه طبيعته الإنسانية الخاصة به، وهذه الطبيعة الإنسانية هي يعتبر هي الجوهر الرئيسي بتاع كل واحد مننا في البشر عموما. والطبيعة الإنسانية ديت اللي هي بنقول عليه ناسوت، اللي هو بيتكون من جسد ونفس وروح، بس مع الإضافة إن كل واحد مننا له شخصيته المختلفة، ودي اللي أنا عاوز برضو إن احنا هنؤكد عليها دلوقتي، إن كلنا متساوون في الطبيعة الإنسانية اللي هو الجسد والنفس والروح. ففي الحقيقة إن السيد المسيح أخذ الإنسانية أو طبيعته الإنسانية من العذراء القديسة مريم، ولكن هو المسيح نفسه في شخصيته اللي هو الإلهي، اللي هو الكلمة الأزلي، اللي هو بنقول عليه كلمة الله، اللي هو بيقول عليه القديس بولس الرسول كده، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. معنى هنا ان هو عايز يقول ان المسيح في لاهوته او بألويته او بجوهره الالهي هو صرمدي، وكلمة صرمدي يعني اذلي ابدي، اي في لاهوته او جوهره الالهي قبل ان يأخذ الانسانية وقت التجسد ووقت حلوله او مجيئه على الارض، وان هو ياخد الطبيعة الانسانية من العذراء القديسة مريم، هو كان موجودا، وهو كان يعتبر اللي هو هو خالق الكون. يعني الانجيل يقول لك به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء بمكان. فهو بجوهره الالهي هو موجود قبل ما يجي ويتجسد عشان يفدي البشر، ولكن لاجل الفداء ان هو يجي ويفدي البشرية أخذ الطبيعة البشرية لكي يفديها ويحررها ويرجع للإنسان أو للإنسانية مرة أخرى الصورة، أي صورة الله ومثاله التي فقدناها بسبب الخطية. ومن هنا نفتكر كده لما القديس بولس الرسول بيقول كده، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. وهنا أن المسيح جاء في ملء الزمان، ولد من العذراء القديسة مريم. طب يعني ايه ولد من العذراء القديسة مريم؟ اي ان هو كون لنفسه الجسد او الناسوت اللي هو الجسد والنفس والروح، وبقى جسده الخاص او ناسوته الخاص او بشريته الخاصة او انسانيته هنا الخاصة. وبرضو نفتكر ان هذا العمل في التجسد نلاقي الملاك جبرائيل او الملاك غبريال اللي هو ليه نفس الاسم على حسب اللغة او حسب الترجمات، ان هو لما ظهر للقديسة العذراء مريم وقال لها كده الروح القدس يحل عليك وقوة الآب تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهنا وكأن روح الله لما حل عليها عشان يهيئ جسدا للعذراء لشخص الكلمة اللي هيجي ويتحد بهذا الجسد. ومش هنا بمعنى الجسد بقى، احنا اتفقنا ان هو طبيعة بشرية كاملة، ولكن زي ما انا قلت من شوية ان كل واحد مننا له نفس الطبيعة البشرية بتاع كل واحد مننا، الا ان هو له شخصيته الخاصة. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مينا غير مثلا فلان غير فلان، كل واحد له اسمه له الهوية بتاعته. فالسيد المسيح او الكلمة الذي تجسد وتأنس، اي تأنس يأخذ هذا الناسوت او هذه الانسانية من العذراء القديسة مريم، لم يأخذ شخصا من البشر. يعني ايه لم يأخذ شخصا من البشر؟ اي انه لم يتحد مع انسان في بطن العذراء مريم، يعني ما جاش وأخذ شخص له اسم معين وله شخصيته المعينة، ولكن هو أخذ طبيعة بشرية وأصبح الكلمة الله أو اللي هو ابن الله أصبح هو الشخص. فحينما ولد من العذراء القديسة، لما في لحظة اللي هو الاتحاد أو في لحظة الحمل المقدس أو مجيئه وكون لنفسه الطبيعة البشرية في العذراء القديسة مريم، أصبح هو الشخص الإلهي اللي هو طبيعته الإلهية، اللي هو أخفى
او ان هو حافظ العذراء القديسه مريم ان هي ممكن يجرى لها اي شر او اي شيء من طبيعته الالهيه اللي ممكن ما فيش حد يقدر في الكون يتحملها، لكن هو حافظ القديسه العذراء مريم من الوهيته الخاصه او جوهره الالهي، وجعل ان هو ياخذ او يكون من العذراء القديسه مريم اللي هو جسده الخاص او بشريته او انسانيته الخاصه. فحينما ولد اصبح هو الشخص الالهي الذي كون لنفسه اللي هو الطبيعه البشريه. فحينما ولد هنا سمي يسوع زي ما الملاك بشر العذراء وقال له يسمى يسوع، وده كلمه يسوع اللي هو معناها يشوع بالعبري اللي هو معناها مخلص، ولا كده لأنه يخلص شعبه أو يخلص البشر يعني. فهنا ده كان الاسم الإنساني اللي عايش به وسط الناس اللي هو كلمة اللي هو اسم يسوع. فيسوع ده ما كانش مجرد إنسان عادي. اليهود شايفين إن ده اسمه يسوع اللي هو من المفترض إن هو ابن يوسف، لكن هو يوسف النجار ما كانش أبوه لأن هو ملوش أب إنساني. هي أم بالجسد اللي هي العذراء القديسة مريم، ونحن ندعوها إن هي أم الله لأنها المولود منها هو شخص الله الكلمة المتجسد. ليست هي مصدر الإلوهية بتاعته، لكن الذي ولد منها هو الإله الذي أخذ الإنسانية من القديسة مريم. فلأجل إن هي ولد منها الكلمة حينما تجسد نقول عليها أم الله، أي والدة الإله. فهنا اليهود يعرفوا ان ده اسمه يسوع لانهم هم سموه يسوع، لكن يسوع ده هو اللي الانبياء تنبأوا عن مجيئه اللي هو المسيح المنتظر، والمسيح اي المخلص اللي هو هيجي من نسل داود النبي اللي هو من النسل الملوكي. فسمي يسوع المسيح لان يسوع هو اسمه اللي بين الناس عشان يتعرفوا، لان مش كل الناس في البدايه كانت هتتقبل ان الاله يتجسد لانهم ما يعرفوش إن هو تجسد من وقتها من العذراء القديسة مريم، لكنه أخذ ناسوته. ومن بداية إنه أخذ هذا الناسوت أصبح اللي هو غير منفصل ولا ينفصل تماما عن لاهوته، يعني هذا الناسوت لا ينفصل ولن ينفصل عن هذا أو ألوهيته الخاصة حتى حينما مات عن البشر على عود الصليب. لاهوته لم ينفصل قط لا عن الجسد، حينما مات ذهبت الروح الإنسانية متحدة مع اللاهوت إلى الجحيم لكي يحرر الذين على الرجاء وعلى خلاص المسيح الذي سيجيء ويخلص البشرية. وكذلك جسده الخاص الذي كان في القبر كان متحدا بلاهوته أيضا، لأن ألوهيته أو لاهوته اللي هو لاهوته الخاص غير منقسم. فهو كان مع الجسد في القبر حينما تم دفنه في القبر، وظل مع روحه الخاص اللي هو الروح الإنسانية اللي هو أخذها برضو لما أخذ الطبيعة البشرية الكاملة، فواخد الجسد والنفس والروح. فكان مع الروح أيضا في الجحيم، وبشر الذين في الجحيم وأخرج الذين كانوا على رجاء عمل الفداء المسيح. فهنا لازم نفهم من هذه الأمور يعني. لكن هو في أساس المسيح أو في جوهره الإلهي اللي هو كلمة الله اللي هو الآب السماوي، لما كان في أثناء المعمودية لما ظهر الروح القدس على هيئة حمامة في نهر الأردن وقال كده الآب السماوي لما جه صوت من السماء وقال كده هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. لكن السائل بيقول أين كان الناسوت؟ لا، هو الناسوت ما كانش موجود قبل ما يتولد أو قبل ما يأتي كلمة الله ويأخذ ويتحد مع الناسوت هذا من العذراء، أو يكون لنفسه جسد من أو جسد نفسه روح من العذراء القديسة مريم. وهنا كما أكدت منذ قليل، يسوع المسيح كان الشخص وشخص الكلمة الإلهي. هو كان الشخص ولم يكن شخصا من البشر، لم يكن اتحاد شخصين، بل كان هو الإله المتحد بطبيعته الإلهية بالطبيعة البشرية، أي عمل اتحاد بطبيعته الخاصة طبيعته الإلهية اللي هي الطبيعة الإلهية أو جوهره الإلهي اللي هو خلق به كل الأشياء الموجودة، لأنه هو الخالق، به كان كل شيء كما كنا وبغيره لم يكن شيء مما كان. وحد وأخذ الطبيعة وجعلها طبيعته الخاصة الذي صنع بهذه الطبيعة اللي هو الخلاص عن جنس البشر.
يبقى هنا لازم نفهم حضراتكم ان الناسوت او طبيعته البشريه ما كانتش موجوده قبل كده. وده ينقلنا لحته واؤكد عليها، ان السيد المسيح تجسد، احنا بنقول كده في القداس، تجسد وتأنس من العذراء القديسه مريم. تجسد اي اخذ جسدا منها، وتأنس اي اخذ الانسانيه كامله. وهنا نؤكد ان الاباء لما قالوا تجسد وتأنس لحسن، كان ممكن حد يفتكر ان هو تجسد اي ممكن ان هو مجرد جسد وخلاص، لكن هنا اثبات ان هو اخذ طبيعه بشريه كامله. وهذا خلاف مما جاء في العهد القديم، ما بين ان هو كان ساعات اكنوم الكلمه بياخذ مثلا في ظهور من ظهورات في العهد القديم، اللي هو اي جسد او اللي هو ممكن يظهر بيعمل اي عمل كويس، مثلا زي ما ظهر لابونا ابراهيم. وده في فرق كبير بين الظهور وبين التجسد، فده حاجه وده حاجة. أتمنى في النهاية يكون الإجابة وصلت. في النهاية أشكر حضراتكم على حسن مشاهدتكم، ومنتظرين أسئلتكم على ميل البرنامج الموجود على الشاشة. منتظرونا في حلقة جديدة من برنامج كريدو.